زيارة الإمام الجواد عليه السلام. السلام عليك يا ولي الله، السلام عليك يا حجة الله، السلام عليك يا نور الله، السلام عليك يا نور الله في ظلمات الأرض، السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام عليك وعلى آبائك، السلام عليك وعلى أبنائك، السلام عليك وعلى أوليائك. أشهد أنك قد أقمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وتلوت الكتاب حق تلاوته وجاهدت في الله حق جهاده وصبرت على الأذى في جنب الله حتى أتاك اليقين. أتيتك زائرا عارفا بحقك، مواليا لأوليائك، معاديا لأعدائك، فاشفع لي عند ربك يا الله. السلام عليك يا أبا جعفر محمد بن علي الجواد، البر التقي، الإمام الوفي. السلام عليك أيها الرضي الزكي، السلام عليك يا ولي الله، السلام عليك يا نجي الله، السلام عليك يا سفير الله، السلام عليك يا سر الله، السلام عليك يا ضياء الله، السلام عليك يا سناء الله، السلام عليك يا كلمة الله، السلام عليك يا رحمة الله، السلام عليك أيها النور الساطع، السلام عليك أيها البدر الطالع، السلام عليك أيها الطيب من الطيبين، السلام عليك أيها الطاهر من المطهرين، السلام عليك أيها الآية العظمى، السلام عليك أيها الحجة الكبرى، السلام عليك أيها المطهر من الزلات، السلام عليك أيها المنزه عن المعضلات، السلام عليك أيها العلي عن نقص الأوصاف، السلام عليك أيها الرضي عند الأشراف، السلام عليك يا عمود الدين، السلام عليك ورحمة الله وبركاته. أشهد أنك ولي الله وحجته في أرضه، وأنك جنب الله وخيرة الله ومستودع علم الله وعلم الأنبياء وركن الإيمان وترجمان القرآن. وأشهد أن من اتبعك على الحق والهدى يا الله ثبتنا على محبتهم وولايتهم، وأن من أنكرك ونصب لك العداوة على الضلالة والردى أبرأ إلى الله وإليك منهم في الدنيا والآخرة. والسلام عليك ما بقيت وبقي الليل والنهار.